يعني هو ما وصلش لمرحلة ان هو مستسلم خلاص للواقع اللي هو فيه. يعني هو وده لسه مش طبيعي. مصدق ان هي مشيت بالظبط كده، هو لسه الطبيعي بتاع الرجاله ما عندهمش ليها قنوات انهم يفرغوا عاطفتهم زي الست. الست ممكن تلاقيها بتعيط، بتروح لاصحابها، بتتكلم، بتفضفض، بيقفل على نفسه. فبيقفل على نفسه بيخش في مرحلة اكتئاب، حزن ثم اكتئاب. الاكتئاب دي بدخل أمراض، فتلاقي إن أول 3 شهور في رجالة بتموت بعد مرضها، بيموت بنفس مرضها. يعني لا قدر الله هي ماتت بكانسر، هو بيموت بكانسر إزاي؟ طاقة بينهم. دي قصة طويلة قوي بقى يا سالي، دي قصة طويلة. يعني ايه طاقة ما بيننا؟ من كتر ما بنحب بعض بنهاية بنفس العيان؟ في حتى بعد ما انا اموت او هو يموت؟ انا هقول لك حاجة، في ناس تقول لك ايه، بيقول لك ما تقولوش لبعض انت قلبي انت حياتي انت مش عارف ايه الكلام ده كله، لان لو مرض بالقلب انت قلبك هيمرض. ده بالكلام؟ حاجات غريبة بقى. لا دي طاقة وقصص كده تانية مش هندخل فيها، لان في ناس كتير ايه اقول له انت دنيتي وياخدني مالك روحي فهماني ازاي؟ يعني ما اقولش كده عشان لا مابقاش مرتبطه. مش المفروض نقول كده. طب اللي بيتجوز بعدها بيبقى بيعدي مرحله او بيبقى يعني ريباوند او هو بيعوض بيها، ولا بيبقى فعلا خلاص نسي؟ لا مش هينسى خالص. او هي نسيت مثلا ان جوزها هينسى. هما في ناس بيبقى من جواهم في صوت بيقول انت ازاي تعرف واحده تانية بتتجوز. طب لو انا حاطه الصور كلها في البيت وسايبها ده عادي؟ مؤلم. بس ما لان انا بخش اشوف الميموريز برضو يا غدا، محتاجه اشوف الذكريات حبيبتي، نشوفها في حاجه لكن ما يبقاش قدامنا طول اليوم. يعني الحاج يسري معلق صوره بقى كبيره في المنطقه كلها. كان في ابلكيشن منزلينها فتره ان هو بتجيب الشخص صوره حد مات وتبدا تخليها تتكلم. دي عملت حاله حزن على الفيسبوك لو تفتكري، علشان انت بتبكي على منطقه الوجع. طب في ناس بتخلي الرقم مثلا معاها لو مثلا والدها توفى وكاتباه مثلا بابا، بتقعد تتكلم منه عشان اشوفه بس على السكرين قدامي. انا بيجي لي رجاله بيبعتوا مسج يومي بقى لهم مثلا 3 سنين زوجته متوفيه، بيبعت لها مسج يومي لحد طب او بيبعت لها الماسنجر. طب ده عادي؟ ما هو مش كده، بقول لك في انواع، في رجاله كده وفي رجاله بيكون محضر العروسه يعني على الـ40. لا وفي بقى ناس لما بتفقد والدها او والدتها او مش طبيعي ان هي تقعد تتكلم على التليفون تقول لك ده بابا لسه بيكلمني لغايه دلوقتي. ما هي دي بقى مرحله، دي لسه في المرحله الاولى خالص بقى. طب لو احنا بننكر المرحله دي ممكن تحصل في يوم من الايام، هنخش في اكتئاب نفسي. دي ناس كتير بتخش في الاكتئاب بسبب كده، هي بتفضل عندها حاله انكار. بس انت لو تخيلتيها لوحدك وتقعدي، في ناس تقعد تقول لك انا لو عايزه اعيط اتخيل ان هم توفوا واقعد اعيط. لا ده فعلا توفوا، فهي بتعيط عشان هم توفوا. لا بتتخيلي بس عشان تحضري نفسك. لا ده المفروض نبقى محضرين نفسنا. لا 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 مفيش الكلام ده خالص. صح مفيش الكلام ده، احنا ممكن نتوفى قبلهم. طب مفيش الكلام ده يعني. يا رب. انا بتكلم ان احنا نتعافى ازاي. اول حاجه نطلع اللي جوانا، نعمل الحاجات اللي كمان بيحبوها، نشغل نفسنا، نحاول وقتنا ده ما يبقى مليان باللي حوالينا، بنشاطات اجتماعيه. في دلوقتي حاجه الجروب ثيرابي للناس اللي هي فقدت حد. لما تقعدي مع حد عنده نفس الحاله بتاعتك بتتكلمي معاه بيخفف من وجعك شويه. انتوا كلكم بتتكلموا على نفس المشكله فبيخفف من الوجع شويه، ده بيفيد كتير قوي. الموضوع مش سهل، الموضوع مش سهل، موضوع مؤلم، موضوع كبير جدا. يعني عارفه ما حد يقول لك لا مش اوبشن انه انكار. ومهما انا اتكلمت، مهما اي حد اتكلم، مهما حاولت تقومي حد، لا 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 موضوع مش سهل اكيد، موضوع كبير طبعا.